السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الجزء الثاني من فيديو شرح موقع إدمودو. مثل ما شفتوا بالجزء الأول، زميلتي شرحت لكم واجهة المعلم. أنا إن شاء الله راح أشرح لكم واجهة الطالب وواجهة ولي الأمر. فمثل ما تشوفون الحين أنا بموقع إدمودو، راح أوريكم خطوات تسجيل حساب جديد حق الطالب. نروح عند خانة التسجيل. أوكي، بالبداية راح أشرح لكم طريقة حساب الطالب وواجهة الطالب، بعدها أشرح لكم حساب ولي الأمر وواجهة ولي الأمر. أختار الموقع دولة الكويت. فهني تحبون هذه البيانات عشان تقدرون تنشئوا لكم حساب. طبعا اول شيء واهم شيء اللي هو نحتاجه احنا كطلبه، رمز الفصل او رمز المدرسه او الكود يعني. وهذا الكود ما نقدر نحصل عليه الا من خلال المعلمه. فالمعلمه المفروض هي تعطينا لما تنشئ الفصل، تعطينا الكود ونقدر نحطه هني عشان ننشئ لنا حساب. يعني ادمودو اصلا ما يتيح خاصيه ان ننشئ حساب اذا ما كان عندنا كود احنا كطلبه، لازم يتطلب وجود الكود. فهذا هو أنا الكود عندي، راح أحطه وراح أختار اسم المستخدم اللي أنا أبي، أو اسم يعني يكون برنامج. مثل ما تشوفون يعني الاسم هذا موجود أو مكرر، فنحاول إحنا نطول الاسم أو نحط أرقام مثلاً، أو نحط اسم الأول واسم العائلة عشان ما نتفادى التكرار، يعني نقدر نستخدم هذا الاسم. راح احط الحين البريد الالكتروني اوبشنال، بس انا اختياري يعني، بس انا بحطه. وانشئ لي كلمة مرور. اوكي كذي تمام، نقدر ننشئ لنا حساب. بس طبعا انا ما راح انشئ معاكم لان انا عندي حساب، فراح اسوي تسجيل دخول او لوج ان. فاما انكم تنشئوا لكم حساب جديد مثل ما قلت، او انكم تسجلون عن طريق جوجل او مايكروسوفت او ابل اذا كان عندكم حساب. بس هذه هي الامانة الطريقة الافضل. انا راح ارجع راح اسوي لوج ان، بروح عند تسجيل الدخول. ولما طريقة تسجيل الدخول، إما إنكم تحطون اسم المستخدم مالكم مع الباسورد اللي اخترتوه، أو تحطون الإيميل أو البريد الإلكتروني اللي هم اخترتوه مع الباسورد، أو إنكم تحطون رقم الهاتف. بس طبعا أنا ما حطيت رقم الهاتف، بعدين راح أوريكم شلون تضيفون رقم الهاتف. فنكتفي باسم المستخدم أو البريد الإلكتروني مع الباسورد. راح أسجل الحين الدخول ونشوف واجهة الطالب في موقع إدمودو. أوكي، هذه هي عندنا واجهة الطالب في موقع إدمودو. ممكن تكون يعني شوية فيها وايد أشياء، بس إذا فهمناها بالتفصيل راح يكون كل شيء واضح. عندنا هني هذه الأيقونات راح أشرح لكم إياها. عندنا هني الأشياء اللي تخص الملف الشخصي مالكم، هني الفصول الدراسية، هني المجموعات أو الجروبات أو الكلابس، مثلا النادي اللي أنتم منضمين له. يعني ما يكون فصل دراسي إنه يتطلب وجود معلمة أو شيء، ممكن يكون نادي بين طالبات أو نادي خارج يعني محتوى منهج الفصل، بس مثلا يتعلق بالمادة. هني تشوفون تقدرون تكتبون الملاحظات أو التعليقات. فمثلا إذا أنتم تكتبون تعليق، لازم تحددون إنكم تختارون تبون ينكتب هذا التعليق بأي فصل. مثلا أنا أبي أستفسر عن مثلا، أو أبي طالبة من الطالبات تعيد لي شرح جزئية مثلا شرحتها المعلمة وأنا ما فهمتها. فعقب ما أكتب مثلا تعليقي، منو تعيد لي مثلا شرح حصة اليوم، فلازم اختار انا بالتعليق هذا وين ينكتب.
هل أبي ينكتب لي بكلاس اللغة العربية أو كلاس وسائل التكنولوجيا والتعليم؟ مثلا أنا أبي بكلاس وسائل التكنولوجيا والتعليم، أضغط على نشر راح يطلع لي التعليق. أوكي، هني طبعا تشوفون التعليقات من كل فصولكم الدراسية، فهي مو حق بس كلاس وسائل التكنولوجيا والتعليم. تشوفون مثلا هذا التعليق أنا كتبته في وسائل التكنولوجيا والتعليم، هني مثلا المعلمة دزت لي الواجب بس هذا تبع كلاس اللغة العربية، فهني يطلع لي كل التعليقات خاص المتعلقة في كل الفصول الدراسية. تمام، فأنا أفضل إنكم تدخلون على كل فصل دراسي من هني وتكتبون كل تعليق عشان ما يكون في لخبطة أو أي شيء. بعد شوي راح ندخل هني ونتكلم عنهم بالتفصيل. بالبداية راح أشرح قسم الملف الشخصي، وبعدين نمر على هذول، يعني نمشي من اليمين لليسار. ندخل على عرض الملف الشخصي. مثل ما تشوفون هذا اسمي اللي أنا بالبداية لما أنشأت الحساب حطيته. هني ممكن تحطوا لكم تحديث صورة، مثلا أنا اخترت هذه البنت. أول شيء تحطون الباسورد مالكم عشان تقدرون تغيرون الصورة، فإما يكون أنتم تحطون صورة إذا كانت عندكم على سطح المكتب، مثلا تسوي لها أبلود أو رفع من سطح المكتب. أوكي، إذا كانت عندكم أي صورة، أو إنكم أنتم يعني تسوون بيرسوناليز أو تصميم حق الصورة حقكم أنتم. فمثلا أنا أختار هني، مثلا أنا إذا أبي أغير فيها، يعني خلينا نقول نغير الخلفية، أي شيء غير هذا مثلا. أوكي، وتسوي له سيف. تأكدوا أنكم تضغطون على أبديت عشان تتحدث الصورة الجديدة اللي اخترتوها عقب ما عدلتوا عليها. بعدين تنزلون تحت تضغطون على أوكي. فمثل ما تشوفون الصورة تغيرت عندي. هني يبين لي أنا حق أي مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية انضميت لها. طبعا لو تلاحظون أنا هذا ما اخترته لما أنشأت لي الحساب، فشلون انضم لي؟ بمجرد اني ما دخلت انا كود الفصل اللي المعلمة اعطتني اياه، اوريدي راح يطلع لي انا باي مؤسسة تعليمية، لان المعلمة هي راح تختار المؤسسة التعليمية هي اللي فيها، فبناء عليها اكيد طبعا طلبتها راح يكونون في نفس المؤسسة التعليمية. عندنا مثلا جامعة الكويت، او مثلا اذا ابي انا اغير المؤسسة التعليمية ادخل اسم مدرستي مثلا اذا كنت طالبة فيه، أو مثل ما تشوفون جامعة الكويت، بس أنا راح أظل عليه مثل ما هو. فأما ندخل اسم المدرسة أو كود المدرسة، بس الاسم طبعا أسهل لأن الكود يمكن يكون ما عندي إياه. أوكي، هني تشوفوا مثل ما تشوفون الهدف الوظيفي، يعني هذه شغلات مو أساسية بس نمر عليها نشوف. مثلا تحددون هدفكم الوظيفي، إذا مثلا أنتوا يعني قاعد تتعلمون القانون أو إدارة الأموال أو مثلا الرياضيات أيا كان، القراءة مثلا. أوكي، تشوفون هني شلون مثلا شنو تحبون طريقة التعلم اللي تحبون تتعلمون فيها. هل تحبون مثلا التطبيق العملي اللي هو البازل والألغاز والأشياء، أو تحبون الاستماع الليسنينج مثلا او الهيرينج، او النظري الفيجوال، فانتوا تختارون. مثلا انا ابي الاستماع، فاختارها واضغط على سيلكت، تغيرت معاي. هذا هو. نروح عند قسم الانشطة او التفاعل، هني يبين المنشورات او الردود يعني بشكل خاص بروحه بدون الأشياء الجانبية اللي تظهر وكل شيء. فهني يطلع لنا المنشورات، هي منو مثلا رد علق علي، أو منو أعطاني لايك، أو يعني أيا كان. هذه الجزئية مهمة مثل ما تشوفون، فقط أنا كطالبة أقدر أشوف هذا، أشوف يعني أنا شنو قدمت، شنو جبت درجات، شنو. بس طبعا أنا للحين ما حلت الواجبات أو الامتحانات، فما راح يظهر لي أي شيء.
بس لو انا كنت حاله اختباراتي واي شيء هنا راح تطلع لي الدرجات تبع كل فصل، نشوف المسائل التكنولوجيا واللغة العربية. نرجع عند الصفحة الرئيسية، نروح عند خانة الفصول الدراسية، نشوف هني هذه هي الفصول اللي أنا منضمة لها. نروح عند التقويم، طبعا التقويم صراحة مهم جدا لأنه يعني ينسق ويرتب شغل الطالب، فما يحتاج إنه يضيع متى امتحان متى واجب متى أيا كان، بس يدخل على التقويم على طول. المعلم هو كل ما مثلا دز اختبار دز واجب assignment دز أيا كان مشروع راح يطلع على التقويم أو الكالندر الخاص بالطالب. فمثل ما تشوفون 18 جماد الثاني راح يكون عندي اختبار لغة عربية، واجب لغة عربية هني طبعا هذا طاف الاختبار، المفروض اني انا اكون خلاص قدمته. يعني التقويم جدا مناسب للطلبة، ينظم لهم الشغل. هني الحقيبة المدرسية هم راح اتكلم عنها بس مو الحين، بعد شوي لما ادخل على او ما يخالف نتكلم عنها الحين ونتكلم عنها بعدين. الحقيبة المدرسية هم مهمة اذا بتحطون فيها شغلكم ويعني واجباتكم وايا كان تحتفظون فيه هني، يعني كله يكون في مكان واحد. فاما انكم انتو تضيفون على الحقيبة المدرسية شغلكم يكون من عندكم مثلا من الون درايف، تحتاجون انكم تربطونه مع طبعا الاوفيس. اوكي، فتحتاجون مثل ما قلت تربطونه مع الاوفيس عشان يكون في ربط بين الون درايف والادمودو. راح اضغط على قبول. تمام، كذي صار الربط معاي. فالحين لو اضغط على الون درايف، هذا هو شغلي انا اللي مسويته بالون درايف. مثلا ادخل على اي كان، هذه طبعا انا هذه ملفاتي، مثلا احط هذا اضيفه عندي في الحقيبة المدرسية مالتي. يعني هذا هو مثل ما قلت الون درايف. او تقدرون تضيفون هني مجلدات كذلك، تشوفون الحين انا طلع لي اللي تو ضفته من الون درايف. اقدر مثلا احمل لي ملف من اختار ملفات من الديسكتوب عندي انا، فمثلا ابي احمل هذا عندي في الحقيبة. تمام، اضغط اضافة الملف. اوكي، طبعا شنو فايدته ان انا احطه بالحقيبة المدرسية؟ احط كل شغلي بالحقيبة المدرسية حق لما ابي اسلم واجباتي، راح اتكلم عنه كذلك. فاخذ الواجب من الحقيبة المدرسية مالتي، يكون شغلي جاهز فيها. نروح عند خانة اكتشف، هني يحط لنا بعض الفيديوهات التعليمية ممكن واحد يعني يطلع عليها ويشوف. وعندنا هني الرسائل او المسجز، يعني مثل اي برنامج ثاني، اذا كنت ابي اتواصل مع المعلمة بشكل خاص او مع واحدة من زميلاتي واحدة من الطالبات، فاذا بختار بكلمهم لاول مرة اضغط على علامة الزائد واختار اسم الشخص اللي ابي اراسله. مثلا بسأل معلمتي هني، اختار مثلا اكتب لها رسالة مثلا متى او متى سيكون موعد اختبار الفاينل مثلا. فهذه الرسالة طبعا راح تكون بيني وبينها، بين الطالب والمعلم أو بين الطالب والطالب. أضغط على إرسال. وهم تقدرون تسوون ديليت حق الرسالة وحذف، بس تضغطون على 3 نقاط هني وتضغطون على ديليت إذا تبون تحذفون الرسالة. كذلك تقدرون يعني ترسلون الإيموجي، هذه الإيموجيات خاصة في برنامج إدمودو. هم تقدرون ترسلون حق المعلمة مثل ما قلت الأشياء اللي أنتم حاطينها بالباك باك بالحقيبة مالتكم، حقيبة إلكترونية طبعا.
فحان الحين عندي هذه الأشياء، مثلا أختار هذا وأرسل هذا الملف حق معلمتي مثل ما تشوفون، نرسل لها. كذلك أقدر أحذفه إذا مثلا تخربط، طبعا إذا حذفته ما أقدر أرده، لازم أرد أرسله مرة ثانية فنتأكد من هالنقطة. أو إني أسوي attach files أو إرفاق ملفات من سطح المكتب، مثلا أبي هذا ننتظر بس على ما ينرسل. أوكي نرسل معاي، هذه هي طريقة الرسائل، واضحة ما فيها شيء. نرجع عند الصفحة الرئيسية. أوكي هني هذا القسم يبين لي القادم أو يعني coming soon، القريب جدا. فبدال لا أضغط على التقويم أو الكالندر، هني يطلع لي إن ترى عندك تاريخ 31/1 مثلا عندك اختبار لغة عربية أو عندك واجب لغة عربية. فيعني هذا هم يكون بشكل واضح عندي بالواجهة الرئيسية، وأقدر أروح عند التقويم وأشوفه يعني بالتفصيل. أنا أحبه يكون على شكل المان، بس أنا أفضل هني هذا هو مختصر، يحط لكم إياه ورا بعض شنو عليكم شنو ما عليكم. أوكي نروح عند الفصول الدراسية، نضغط مثلا على اللغة العربية، هذا هو الفصل الخاص باللغة العربية مثل ما تشوفون. مثلا أنا عندي هني كتب تعليق، ممكن طالبة تعيد الشرح، ممكن أحد يعطيني لايك أو أنا أعطي نفسي لايك، ممكن أحد يرد يعلق ريبلاي يسوي على الكومنت مالي، أو أنا حتى أسوي ريبلاي. ممكن أضيف إذا مثلا بضيف شغلة على التعليق، مثلا طالبة قالت لي أنا عندي ملخص شرح اليوم، فهي طبعا راح تروح عند الإضافة هني وتسوي ترفق لي مثلا صورة عن ملخص شرح اليوم وتحط لي إياه كريبلاي على تعليقي. أوكي فنشوف هني المعلمة مالتي دزت لي واجب اللغة العربية، يطلع لي تاريخ الاستحقاق ومتى آخر وقت تسليم. نشوف مثلا عندنا هذه هي الأشياء اللي المعلمة رسلتها حقي، نبدي من تحت نزل من تحت. نشوف مثلا هني استطلاع رأي الاختبار متى نفضله، أنا كطالبة أضغط مثلا أنا أفضل يوم الأحد وأرسل صوتي أو يعني رأيي submit votes. طبعا كذلك الطلبة زميلاتي ممكن يبدون رأيهم ويحددون الوقت اللي يناسبهم. نشوف هني عندي الخاص يعني البوست هذا خاص بالاختبار، راح أقدم معاكم طبعا الاختبار. إيه نقطة ثانية مهمة، نشوف هني عندنا المعلمة دزت لي محتوى المادة مثلا نظريات التعلم، فهني هم تي فائدة حقيبة الظهر، هذا هو مثلا مذكرة المادة، بس أضغط 3 نقاط وأضيفها عندي حق حقيبة الظهر. فأنا مثل ما تشوفون أضيفت إلى حقيبة الظهر. هني أقدر إني مثلا والله أطبع هذه المذكرة أو أفتحها في أوفيس، أو يعني أنقلها لمكان ما أو أنزلها على الديسكتوب مالي وبعدين أقدر أطبعها. فأرجع عند الصفحة الرئيسية. أوكي شغلة ثانية ما تكلمنا عنها اللي هي هني جرس التنبيهات أو النوتيفيكيشن بل، فكل ما المعلمة دزت لي شيء جديد يعني هو تقريبا هذا وهذا يشبهون بعض، راح يطلع لي شنو آخر الأشياء اللي اندزت لي. مثلا عندي واجب، عندي اختبار لغة عربية، اختبار وسائل تكنولوجيا، هني مشاريع هي ممكن تدز لي درجتي أنا، فيبين عندي مثلا هذا في مقرر ثاني أنا عندي الحضور يكفي 10 من 17 أو عفوا 17 من 10 خذيت بونص، مشروع نهائي خذيت فيه 27 من 30. فأي شيء مثلا درجتي المعلمة ترسل إياها راح يطلع لي هني بالنوتيفيكيشن سكشن، أو أي اختبار أو أي شيء جديد راح يندز لي هني، أو مثل ما قلت نشوفه هني كذلك. أوكي فهني شو اسمه أقدم معاكم مثلا اختبار اللغة العربية، أضغط عليه مثل ما نشوف بين لي عدد الأسئلة 2، الوقت
متى تاريخ الاستحقاق؟ متى آخر وقت؟ الساعة 11 بي ام مساء تاريخ 31/1، فندخل على الاختبار. نضغط هني تقدم لي تقديم الاختبار. نشوف مثلا الجملة الاسمية تتكون من فعل وفاعل، صح وغلط. اختار خطأ. تالي تتكون الجملة الاسمية من ركنين، الاول اسمه مثلا مبتدأ خبر على حسب طبعا الطالب، وممكن ترجعون على السؤال السابق اذا مثلا الطالب حس انه ضيع بالاسئلة، يعني كثر ما كانت عدد الاسئلة في التالي وبعده يقدر يرجع يتأكد من إجاباته إذا كانت أسئلة مقالية على حسب المعلمة أنا شنو حطت لي. طبعا صديقتي شرحت لكم شلون تصممون الاختبار، ومثل ما تشوفون هني يبين عندي الوقت طبعا كل ما لا يقل، فأنا قدامي 60 دقيقة. طبعا اختبار قصير بس إنه يعني هذا الوقت يبين، وبين عدد الأسئلة اللي أنا جاوبتها عشان أتأكد قبل لا أسلم الاختبار. مثلا حاطين 5 أسئلة بس أشوف هني أنا، أو مو 5، مثلا خلينا نقول 20 سؤال، أنا أشوف أتأكد هني أن 20 من 20 اللي جاوبت عليهم مو 19 من 20 عشان ما أنسى سؤال يعني شغلة معينة. وبس هني إذا خلصت من الاختبار كامل أقدم الاختبار، أتأكد أني تمت الإجابة على جميع الأسئلة. أوكي متأكدة، طق على إرسال. وبكذي أنا جاوبت على الاختبار. مثل ما تشوفون هذه درجتي. طبعا في هذا على حسب المعلمة، إما أن تظهر لي الدرجة على طول أو أن تكون مخفية وهي تسجل إياها بعدين وتظهر لي هني، فيكون على حسب. أشوف المراجعة. أوكي إجابتي صح، إجابتي صح. ممكن تكون إجابتي غلط، راح يطلع لي باللون الأحمر أن إجابتي غلط. أطلع الحين من الاختبار. أوكي أضغط على صفي اللغة العربية، أو لا ندخل نرجع الصفحة الرئيسية نشوف شنو باقي لنا. عندنا واجب اللغة العربية، تمام. فمبينت لي هني إن هني أرفق الواجب الخاص باللغة العربية. طبعا هني إما تسوون إنشاء أو إرفاق، بس المفترض منكم إن تكونون حالين الواجب already، فإذا بتسووا له إرفاق إما مثل ما قلت من باختصار يعني من سطح المكتب، رابط من شبكة الإنترنت. ما أعتقد إن في معلم راح يدز واجب يكون على هذا الشكل أو يتطلب منكم إنكم ترسلون رابط، إلا إذا مثلا كانت تبيكم تبحثون يعني مصدر معين أو شيء تدزون لها إياه، فإما من سطح المكتب أو ملف من حقيبة الظهر. راح اختار انا من سطح المكتب او الحاسب مالي. مثلا هذا هو الواجب عندي، اضغط على open. طبعا اتأكد انه سوى داونلود وظهر لي. في بعض الاحيان ممكن ياخذ وقت على ما يسوي داونلود، ف ما ادري يعني الطلبة عبالهم انه خلاص تسلم او اي شيء، بس نتأكد انه ظهر كذي بشكل واضح، واضغط على تسليم الواجب، واتأكد ان هذا هو الواجب عشان إذا لا سمح الله حطيت واجب غلط أقدر أضغط على حذف مثل ما تشوفون. ومثلا أرد أختار الواجب الصح إذا أنا حطيت ملف غلط مثلا. ننتظر لا يصير داونلود. أوكي وأسلم الواجب. أوكي تسليم كذي. يعني خلاص أنا سلمت الواجب مالي. نرجع على فصل اللغة العربية نشوف مثلا شنو فيه. هذا هو الواجب سلمته. اتكلمنا شلون نضيفه حق مثلا محتوى المنهج هذا اللي معلمتي نزلته، شلون اضيفه حق حقيبة الظهر واقدر اطبعه بعدها مثلا. هذا هو. نشوف على او ندخل على كلاس وسائل التكنولوجيا والتعليم اذا في شيء طايفني انا كطالبة. هذا هو الاختبار طبعا أنا قدمته تاريخ 28. أوكي في شغلة ثانية، نرجع عند الصفحة الرئيسية
الحين شرحنا قسم الفصول الدراسية، نشوف هني المجموعات أو الكلابس مثل ما قلت، هذه خاصية جدا حلوة، ممكن تكون بين الطلبة أو حتى بين المعلمة وطالباتها. فطبعا يتطلب إني أحط رمز دخول هذه المجموعة عشان أقدر أنا أنضم حقه، مثلا يكون عندي نادي قراءة، نادي أيا كان، يعني مثلا literature club، نشارك فيه مثلا الروايات اللي نقراها أو أيا كان. فحلوة هذه الخاصية، بس طبعا معلمتي مو مسويت لي نادي، فما أقدر أنا أنضم، يعني ما عندي الكود. مثل ما تشوفون القادم طبعا كل اللي كان علي سلمته، فخلاص ما عندي شيء الحين، أنا مسلمة كل شغلي. كل ما نزل لي واجب، اختبار، ايا كان، راح يطلع لي بالنوتيفيكيشن بيل ويطلع لي على طول هني في الشاشة هذه او في القسم هذا. اوكي، الحين راح نمر على قسم الاعدادات عشان نشوف شنو فيه. شرحنا اللي هو الملف الشخصي اللي هو نفسه هني، فراح نروح عند الاعدادات. هني ممكن انكم تضيفون رقم الهاتف مثل ما قلت. طبعا ادمودو يعني برنامج يتيح حق مستخدمين اللغة العربية، فأكيد راح نلقى فتح خط دولة الكويت. اوكي، هذا هو. ممكن تدخلون رقم الهاتف وتحفظونه عندكم، بس للأمانة يعني نقدر نقول ما له داعي، تكتفون مثل ما قلت بالإيميل. هني اسم المستخدم مالكم، الاسم الأول، اسم العائلة، إذا بتحطون مثلا تاريخ الميلاد مثلا والشهر، أوكي، والسنة. تقدرون تحفظون التغييرات هذه مثلا. اوكي، تروحون عند قسم الاشعارات. قسم الاشعارات يعني واحد ينتبه له من ناحية واحدة، انه الزين انه يعني كل ما ينزل لكم اشعار تقدرون تخلونه يوصل لكم عن طريق البريد الالكتروني، فتفعلون مثلا اذا عندي واجب تبون يوصل لكم اياه. طبعا انا كذي الحين قفلته فما راح يوصلني، ما راح اعرف، فنتأكد انه يعني اهم الاشياء تكون مبطلة عندي عشان اي شيء يوصلني على طول يوصل لي على الايميل. وهني هم يعني شغلة احسن من الايميل، انكم تنزلون برنامج ادمودو على الهواتف او الايفون او اي شيء، يعني تليفونكم انتو، لانه يكون اسرع من يعني الايميل، بدال الواحد يدخل عليه او اي شيء. هذا مثل حاله حال اي تطبيق ثاني عندكم بالهاتف، فاي نوتيفيكيشن يوصل لكم مثلا درجه اختبار المعلمه دزتها، او دزت لكم واجب، دزت لكم اختبار، دزت لكم التقييم، ايا كان، تعليق، احد علق على سوى ريبلاي على تعليقات من تعليقاتكم، يوصل لكم على طول على تطبيق الهاتف. فهم تتاكدون ان تكون هذه الازرار مبطله او مفعله. هني اذا تبون تغيرون كلمه المرور الجديده، يعني تقدرون تحطونها. هذه شغلات مو وايد مهمة. اوكي، نرجع عند الصفحة الرئيسية. اخر شيء بتكلم عنه اللي هو هذا القسم. مثل ما قلت حن زميلتي شرحت واجهة المعلم، انا شرحت لكم واجهة الطالب، وراح اشرح لكم واجهة ولي الامر. طبعا اذا ولي الامر يبي ينشئ له حساب في ادمودو، يتطلب وجود الكود. ومن وين ياخذ الكود؟ من الطالب نفسه، او يعني الابن نفسه. فمثل ما قلت، المعلمة تعطيني الكود عشان اقدر ادخل الفصل، وانا يطلع لي كود اعطيه حق ولي امري عشان يقدر هو ينشئ له حساب في ادمودو. فمثل ما تشوفون هذا الكود، مفروض ان انا احتفظ فيه الحين على ما انشئ لي حساب، اسوي له كوبي على ما انشئ لي حساب كولي امر، فلازم يكون عندي هذا الكود. وبكذي انهينا واجهة الطالب، تكلمنا عنها. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. يعطيكم العافية، نشوفكم في الجزء الاخير اللي هو واجهة ولي الامر.